لكن في بعض اللقطات اللي عايزين نتكلم عليها واللي بتعكس مدى إصرار لعيبة الأهلي حتى لو كانوا حسموا بطولة الدوري. بيبقى في إصرار إنك أي مباراة بتلعبها حتى لو مش هتفرق حسابيا برضو عندنا الإصرار، وهي دي اللقطة. بص حضراتكم علي معلول عمل إيه في اللقطة دي؟ ده كان لسه جايب الجون من دقيقتين بالظبط، يعني هو جاب الجون تمام، وبعد كده كانت هجمة لنادي الزمالك عن طريق حمدي النجاز، وده علي معلول. بص بقى اللقطة دي، بص الإصرار والحماس عند اللاعب. كسبان 1-0، ده مش كسبان 1-0 بس، ده كسبان الدوري، ده بطل الدوري. اللي في الكرة دي علي معلول بطل الدوري، اللي بيرجع كل ده في هجمة كانت صعبة لنادي الزمالك، صعبة على النادي الأهلي، وعنده إصرار وحماس كبير جدا إن هو يقدر يصد هذه الهجمة أو يوقف هذه الهجمة على مرمى النادي الأهلي. شوف الحماس، شوف الجرينتا اللي عنده. لا، لعيب جامد جدا علي معلول. هو ده إصرار النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي واللي بيفرق بيه عن أي نادي تاني في حسم البطولات والألقاب. فبالتالي اللقطة دي أنا حبيت أعرضها لحضراتكم عشان تعرفوا مدى أهمية الإصرار على الفوز بأي مباراة حتى لو أنت كنت خلاص حسمت بطولة ما. وما بالك هذه البطولة اللي هي الأصعب على مدار التاريخ، وأصعب بطولة في 41 لقب النادي الأهلي فاز بيه. وبالمناسبة علي معلول كمان هدف النادي الأهلي في بطولة الدوري، 8 أهداف و7 أسيست، وهو أول لاعب مدافع يفوز بهداف الموسم لفريق النادي الأهلي في موسم أنت حققت فيه بطولة الدوري. فطبعا علي معلول دخل التاريخ بهذه الجزئية بالتحديد.